تاع اليوم في عنابة. عنابة هايلك عندنا هنا في الاستقبال مسبح، قاعة محاضرات، مطعم، مقهى، جناح عادي، الغرف هاملك، ملعب تنس والحديقة التسلية. خليكم تعيشوا معايا الاجواء هنايا، لي اجواء روعه 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 بزاف. هنايا عنابة سريدي لأجواء ولا أروع، بيسين، مسبح، منظر شباب، البحر، والله روعة روعة. نحبكم توجور تشاركوا معايا الأجواء. عنابة بابا سريدي. وهاي لك هنا لابيسين راي فارغة اليوم، ما كاش لابيسين. زيدو نطلعو الفوق، هنا بلاصة تاع فطور. حبيبي حسام صاحبي وصديقي خويا العزيز، بلاصة ولا أروع صاحبي، نظرة شابة روعة خويا. راسك هذا فيدي خويا، هذه هي الأجواء هنا سرايدي عالي عنابة، لي فريم ومنظر روعة بزاف شباب. نتمنى لكم ان شاء الله كامل تزوروها، واللي راح ما حشت ندم عليها ان شاء الله. نتمنى لكم كامل ان شاء الله تزوروا بلادكم. غني لنا حاجه حبيبي. الحال عليا يا رحم باباك عنابة بابا.
ندخلوا الحديقة هنايا. فريمو بزاف شابة روعة، هذه هي سرايدي، هذه هي أعالي سرايدي في عنابة، نتمنى لكم إن شاء الله تزوروها ومرحبا بكم في عنابة. كاين هنا لي سكوات بلي بزاف شباب ويساعدوكم عند خويا حبيبنا هنايا عنابة.